السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. احنا غيرنا اسم القناة، خليناه مشروعات صغيرة وتربية الحمام. الموضوع النهاردة عن الخميرة وفوائدها للحمام. احنا عملناه بشكل مختصر على القناة الأخرى اللي سميناها معلومات في تربية الحمام. اللي عايز يشوف الفيديو مختصر يشوفه في القناة الأخرى اللي هي معلومات في تربية الحمام. موضوع الخميرة، معانا 3 أنواع من الخميرة هنشوفهم دلوقتي على طول. النوع الأول اللي هي الخميرة اللي بتيجي من المخابز، نحضرها الأول، اللي هي زي كده بتتباع بالقالب، ممكن تجيبها من المخبز أو من فرن العيش، تمام، اللي هي الخميرة البيرة. أنا هنحط القطعتين دول ونحط عليهم حبة مية دافية، نحضرهم الأول. عم نقول معلوماتنا تكون هي اتخمرت، لازم تخمر الخميرة، حط لهم شوية مية على مية دافية على معلقة سكر، وهذا معلقة السكر، ونقلبهم كويس. بالطريقة دي نقلب لحد ما تدوب في المية الدافية تماما، ونغطيها على بال ما تتخمر. نكون قلنا المعلومات، ونكون قلنا برضو ايه 3 أنواع الخميرة اللي معانا. معانا نوع خميرة بيطري، ومعانا نوع الخميرة اللي هي الخميرة الفورية اللي كل حضراتكم عارفينها. ومعانا ايضا اكراس الخميرة، اكراس الخميرة اللي بتتباع بشري. هنوري لحضراتكم كل نوع منهم وفوائده وبيستخدم ازاي. طيب اتقلبت تماما، هنغطيها ونسيبها شوية على جنب، نغطيها كده. ويفضل ان تكون في مكان دافي، يعني احنا بنعمل عند الحمام، يعني هنعمل ايه، هنغطيها كده. طيب احنا معانا اكراس الخميرة اللي هي بشري، سعرها النوع ده 9.50 جنيه، في 60 قرص. ده تمام اهو، 60 قرص ب9.50 جنيه. هنقول لحضرتك استخدامه بعد ما نقول الانواع. ومعانا كمان الخميرة اللي هي الفورية، نوري لحضرتك اللي هي الخميرة الفورية. ده استخدامها، ممكن تحط معلقة زيادية على لتر المية او على الكلفة بتاعت الحمام، على اكل الحمام يعني، معلقة زي كده على الكيلو او على لتر المية، تمام. طيب في كمان اللي بيتحط على اكل الحمام اللي هو النوع ده، ده كيلو، جيبه كده، ده كيلو، كيس ده كيلو خميرة بيطرية، استخدام البيطري فقط اهو، منشط للنمو. ايضا ده تحط منه معلقة كبيرة على كيلو العلف بتاع الحمام. طيب نشوف بقى، هنعمل نقول معلومات عن الخميرة. طيب خميرة فوائدها ايه؟ تساعد على تقوية جهاز المناعة، تقضي على البكتيريا الضارة، وتزيد من البكتيريا النافعة. تحتوي الخميرة على المواد المضادة للأكسدة، تحتوي على السيلينيوم الذي يزيد من خصوبة الحمام أو الطيور عموما، يعني وقت التزوج بيبقى محتاج الحمام اللي هو السيلينيوم. أهمية الخميرة بعد المضادات الحيوية أو الفلاجيل أو أمريزول، لأن حضراتكم عارفين إن المضادات الحيوية كلها
بتقتل البكتيريا الضارة والنافعة، ما بتفرقش بينهم، تقتل كل البكتيريا. فالخميرة تعيد هذا التوازن تاني، ترجع البكتيريا، بتنشط البكتيريا النافعة مرة تانية اللي بتساعد على الهضم. لأن تلاقي حضرتك تعرف الكلام ده، إن الزغلول تلاقيه مش بيهضم الأكل، تعرف إن هو محتاج الخميرة علشان تزود البكتيريا النافعة اللي بتساعد على الهضم. تحتوي أيضا على الأحماض الأمينية التي يحتاجها الطائر، زائد البروتينات التي يحتاجها الطائر أيضا، زائد الحديد، لأن الطيور أيضا يمكن أن تصاب بالأنيميا، يعني مش الإنسان بس اللي بيصاب بالأنيميا. طيب أيضا فيها فيتامين ب، فيتامين ب كلكم عارفين مقوي للأعصاب، سواء للإنسان أو للطيور عموما أو الحيوانات حتى. فحتى الإنسان يفضل إن هو ياكل الخميرة ديت، لو حد يعرف فوائدها كل يوم ياكل له منها حتة. فيها كمان الخميرة الفوسفور المهم جدا في فترة التزاوج، فوسفور مهم في فترة التزاوج ويقوي الخصوبة. تعطى للحمام في فترة القلش، يعني تغيير فترة تغيير الريش، يساعد على نمو الريش ويقوي ريش الزغاليل. وبعد المضادات الحيوية، زي ما قلنا بعد المضادات الحيوية، لأن المضاد الحيوي بيموت كل البكتيريا. الجرعة زي ما قلنا قطعة صغيرة على لتر ماء زي ما عملنا كده، ليس منها أي خطورة من استخدامها، من استخدامها كثيرا، يعني استخدمتها كتير ومفيش منها أي خطورة. أهم حاجة إن أنت بعد ما تعمل اللي إحنا هنعمله دلوقتي في المية ده، ما تسيبش المية قدامهم أكتر من 12 ساعة وتبقى تغير المية تاني. بالنسبة لأقراص الخميرة، بنعطي نص قرص لمدة 3 أيام إلى 5 أيام. يبقى هنعتلي لما نلاقي، هنجيب زغلول ونوريكم ازاي، لو لقينا الاكل فيه مش هاضم كويس يبقى هنعطيه نص قرص. دي الزغليل اللي انا كنت بعطيه دايما الفلاجيل في عمر فلاجيل او امرزول يعني، او حتى المضادات الحيوية، اعطيت في سن في اليوم 8 والـ9 والـ10 بعطي دايما فلاجيل عشان ما يجلوش كانكر. فاحنا بنعوض الموضوع ده عشان نشغل اهو، نقسم القرص، والقرص فيه كده النص كده من العلامة دي اهو، هو اتكسر مش مشكلة اهو، نحط نص قرص في فم الزغلول او حتى للحمام الكبير، ونتأكد ان هو بلعه. ان شاء الله هتلاقي الهضم عنده تحسن، وتلاقي ان هنا حصلته بقى الاكل فيها ناعم. نجيب زغلول تاني ونعطيه النص قرص التاني، او لحمامة كبيرة زغلول تاني ونعطيه النص قرص التاني اهو حضرتك كده تمام. اتينا النص قرص التاني. طيب يبقى الخميرة ده بالنسبة للعلبة بتاعتنا، يبقى احنا معانا كده 4 أنواع اللي هي الخميرة دي، والخميرة القطع اللي هي دي، خميرة اللي هي بشري قلنا بـ9.5 جنيه فيها 60 قرص، زائد الخميرة اللي هي البيرة اللي هتجيبها من المخبز حضرتك ايه، زائد النوع ده اللي قلنا عليه البطري، نسيت اقول لكم ده تمنه كيلو بحاله، تمنه 15 جنيه، الكيلو ده كله بـ15 جنيه. زائد معانا انت ممكن تجيب بـ2 جنيه لو انت مش لاقي اي حاجة، احنا بنقول كل الانواع. زائد انت ممكن تجيب الفورية دي المتوفرة جدا عند السوبر ماركت، حتى عند البقالة دلوقتي في منها اكياس صغيرة، افتكر الكيس بـ2 جنيه، لو انت ما انتش لاقي استخدم دي. لكن هو كل ده افضلهم زي ما قلنا، اللي هي الخميرة اللي بتيجي من المخبز، ان انا دايما بفضلها. طيب بعد ما خمرنا الخميرة
حوالي 10 دقايق، ولو سبتها كمان يبقى احسن. شوف حضرتك عملت ازاي، يبقى كده اتخمرت وعملت رغاوي فوق. لو سبتها كمان وفي مكان دافي يكون افضل. شوف ازاي خمرت وعملت رغوة فوقها وبقت عملت سمك، بقت سميكة شوية. ازاي دول الكمية، القطعة اللي احنا حطيناها دي تكفي 2 لتر مية. فانا معانا المسقة بتاعتنا اللي هي بتاخد لتر، نحط نص الكمية، نص الكمية كده، ونحط عليها مية والنص التاني. اهم حاجة ان انت تخمر الخميرة قبل زي بالطريقة اللي احنا عملناها الاول دي عشان تشتغل. حط عليها شوية مية، حطينا عليها المية وقدمناها للحمام. حضرتك هتلاحظ الفرق، هتلاحظ نشاط في الحمام، هتلاحظ ان صحة الهضم اتحسن عند الحمام وصحة الحمام اتحسنت، هتلاحظ نمو في الزغاليل. تأتي منها قد ايه؟ آتي 3 أيام، آتي 5 أيام، مفيش مشكلة. وخاصة بعد المضادات الحيوية لازم تأتي منها، بعد المضادات الحيوية أو الفلاجيل لازم تأتي. إذا لاحظت في حجم الزغاليل قليل، لكن ممكن في سبب تاني يخلي حجم الزغاليل قليل، اللي هو إيه؟ الكنكر. لو في كنكر تعرف ان تبص دايما في حلق الزغلول، تشم ريحة الزغلول، صحة الهضم. فدايما انا بعطي الفلاجيل من عمر 8 ايام و9 ايام و10 ايام. يبقى كده بقينا في عمر 10 ايام، تريح 11 و12، واتي الخميرة نص قرص 3 ايام. وللحمام الكبير زي ما قلنا كده الخميرة المية اللي في المية ده، او اللي هو الخميرة البودر اللي في الاكل اللي تلاقيه، يا اما تحط اللي في الاكل دي زي ما قلنا او اللي في المية دي. معانا زي ما قلنا اهو، ورينا لحضرتك 4 اصناف من الخميرة، اللي تحب حضرتك تحطها تحطها. بكده اكون خلصت فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.